السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في الكوريج ديال ليكزام ناسيونال 2014 لابارتي اللي كتخص الانفلاسيون. هاد ليكزام هادي ديال 2014 كيخص الشعبة ديال سيونس ايكونوميك. بالنسبة للكور ديال الانفلاسيون فغادي تلقاو اللين ديالو في لا ديسكريبسيون و دي زيكزارسيس، يعني سيروا شوفوا الكور، حاولوا تفهموا الكور وخدموا دي زيكزارسيس عاد باش من بعد خدموا دي زيكزام ناسيونال. غادي ندوزو نشوفو الكوليجي ديالنا ديال ليكزام ناسيونال 2014 لابارتي اللي كتخص الانفلاسيون، اللي عطاونا في الدوكيمون نيميرو 4. كوم تيتخ ديال هاد الدوكيمون هدا قالولنا لو بانيي دو لا ميناجيغ اي موان كوتو اون فرانس اون 2013، يعني كلفة المعيشة أرخص في فرنسا في سنة 2013. لو بانيي يعني هاديك القفة ديال المشتريات أرخص في فرنسا في 2013. التكست ديالنا هو هدا، قالوا لنا لا فرانس اي انتري دون اون بيريود دانفلاسيون باس، يعني فرنسا دخلات في واحد المرحله اللي فيها نسبه تضخم ناقصه بزاف. لي بري ا لا كونسوماسيون نافي اوغمونتي كو دو 0.9% اون 2013 ابري اون لونس دو 2% اون 2012، يعني الاثمنه ما تزادوا في سنه 2013 غير 0.9% مقارنه مع سنه 2012 اللي الاثمنه فيها تزادوا ب 2%. La faible hausse des prix en France est à double tranchant. D'un côté, elle soutient le pouvoir d'achat des ménages, mais de l'autre, elle entretient les craintes de déflation. L'ارتفاع الطفيف في الأثمنة هو سيف ذو حدين، من جهة كيدعم القدرة الشرائية حقاش الأثمنة ما كيرتفعوش بزاف، من جهة أخرى كاين الخطر ديال لا ديفلاسيون. Au Maroc en 2013, le panier de la ménagère a été plus coûteux qu'en France. في المغرب في سنة 2013 قفة المشتريات كانت أغلى من فرنسا. C'est ce que ressort de la dernière note d'information du Haut Commissariat au Plan sur l'indice des prix à la consommation. L'inflation était de 1.9%. هذا الشيء اللي كاين في المذكرة الإخبارية ديال المجلس الأعلى للحسابات على مؤشر الأثمنة الاستهلاكية، قالوا لنا نسبة التضخم في المغرب كانت 1.9%. هذا هو التكست ديالنا اللي كيخص الانفلاسيون في ليكزام ناسيونال 2014. غادي ندوزو دابا نشوفو لي كيسيون اللي عطاوهم لينا. قالوا لنا ا بارتير دو دوكيمون نيميرو 4، اولا ريليفي ان انديكاتور دو ميزور دو لانفلاسيون او ماروك، يعني شي مؤشر باش كنحسبو الانفلاسيون في المغرب. قالوا لنا عاوتاني بي ريليفي اون فراز مونطرون اون سيتواسيون دو ديزانفلاسيون ان فرانس، يعني خرج لينا شي جمله اللي كتبين لا سيتواسيون دو ديزانفلاسيون في المغرب. هاد لا ديزانفلاسيون ديجا شفناها في الكور ديال الانفلاسيون. جوج قالوا لنا ديجاجي اون كونسيكونس دو لانفلاسيون سور لي ميناج او ماروك، يعني خرج لينا شنو هما العواقب ديال الانفلاسيون ديال التضخم على العائلات في المغرب. هادو هما جوج ديال الاسئله اللي عطاوهم لينا في ليكزام 2014 اللي كيخصو الانفلاسيون. كنتمنى هنا ديروا بوز وديروا شي محاوله باش تجاوبوا عليهم بوحدكم عاد باش من بعد دوزو شوفوا الكوريج. كنتمنى تكونوا درتو بوز ودرتو شي محاوله باش تجاوبوا على لي دو كيسيون هادو. غادي ندوزو دابا نشوفو الكوريجي ديالنا جميع. غادي نجاوبو على الكيسيون الاول اللي قالوا لنا فيه ريليفي ان انديكاتور دو ميزور دو لانفلاسيون او ماروك. كوم ريبونس على هاد الكيسيون هادا فقالوا لنا لانديكاتور دو ميزور دو لانفلاسيون او ماروك هو لي بي سي، يعني لانديس دي بري ا لا كونسوماسيون، يعني هذاك الارتفاع اللي كيكون في لانديس دي بري ا لا كونسوماسيون اللي بيه كنديرو القياس ديال لانفلاسيون، هو اللي به كنديرو الميزور ديال الانفلاسيون اللي هو لي بي سي. ديجا خدمنا بزاف في لي زيكزام لي دازو من قبل باترافير هاد لي بي سي، هذا كنشوفو المستوى ديال الانفلاسيون فين وصلت، واش طلعت ولا هبط. مهم الانديكاتور ديال الميزور ديال الانفلاسيون هو لي بي سي. هكا غنكونو جاوبنا على كيسيون ا. غادي ندوزو نجاوبو على كيسيون بي اللي قالو لنا فيه ريليفي اون فراز مونطرون اون سيتواسيون دو ديزانفلاسيون اون فرانس، يعني خرج لينا شي جمله اللي كتبين لينا الحاله اللي فيها فرنسا ديال ديزانفلاسيون. فقالوا لنا لو باساج مونطرون اون فراز دو ديزانفلاسيون اون فرانس هو لي بري ا لا كونسوماسيون نافي اوغمونتي كو دو 0.9% اون 2013 ابري اون لونس دو 2% اون 2012، يعني شنو كاين في هذه الحاله. 2012 الاثمنه كانوا تزادوا ب 2%، يعني نسبة التضخم في 2012 كانت 2%، في 2013 وصلت ل 0.9%، يعني كاين واحد التراجع ديال المستوى ديال التضخم، كاين واحد التراجع في النيفو ديال الانفلاسيون. فاش كيكون عندنا واحد التراجع في النيفو ديال الانفلاسيون هذيك هي اللي كنسميوها لا ديزانفلاسيون، يعني راه لا ديزانفلاسيون هي هذاك التراجع ديال النيفو ديال الانفلاسيون.
هو اللي كنسميوه ديزانفلاسيون. بالضبط الباساج اللي كيبين لنا هاد لا ديزانفلاسيون هادي من النص اللي شفناه من قبل هو هذا اللي كاين هنا، يعني لي بري على كونسوماسيون ما في اوغمونتي كو دو 0.9% ان 2013 ابري اون نوس دو 2% ان 2012. هكا غنكونوا جاوبنا على الكيستيون بي. غادي ندوزو نجاوبو على الكيستيون الثاني اللي قالوا لنا فيه ديجاجي اون كونسيكونس دو لانفلاسيون سيغ لي ميناج او ماغو، يعني خرج لينا شنو هو النتائج ديال الانفلاسيون على العائلات المغربيه. كوم ريبونس على هاد الكيستيون، فعندنا الانفلاسيون اونتخين اون ديتيريوراسيون دي بوفوار داشا دي ميناج، يعني التضخم كيجيب لينا واحد التدهور ديال القدره الشرائيه ديال العائلات. حقاش قلنا الانفلاسيون هي الارتفاع العام ديال الاثمنه ديال المشتريات، فالناس القدره الشرائيه ديالهم كتبقى غاديه وكتضعف. يعني مثلا 500 درهم داكشي اللي كانت كتشري ليهم 500 درهم في هذا العام، دابا فالعام الماشي غادي تولي تشري ليهم قل من هذوك الحوايج اللي كتشريهم دابا. يعني قد ما غادي حنا كنزيدوا النسبه ديال المشتريات كتبقى غادي الاثمنه ديالهم كتزاد، وبالتالي الناس ذوي الدخل المحدود فالمشتريات اللي كيشريوهم هذا العام ولا هذا الشهر غادي يشريو قل منهم العام الجاي ولا الشهر الجاي، انسي دو سويت غادي تبقى غادي وكتقل. المهم هذه هي الكونسيكونس ديال الانفلاسيون على البوفوار داشا ديال لي ميناج، يعني كتجيب لنا واحد التدهور ديال القدره الشرائيه ديال العائلات. هكا غنكونوا جاوبنا على الكيستيون الثاني وغنكونوا سالينا هذا ليكزام هذا. بغيت غير نفكركم ان الاجوبه ديالكم ماشي بالضروره 100% تكون بحال الاجوبه اللي عطيتكم هنا، يكفي ان الاجوبه ديالكم يكون عندها نفس المعنى وغادي في نفس السياق باش المصحح يحسبها لك صحيحه ان شاء الله وتجيب نقطه مزيانه وموسيون مزيان. هكا كيتسالى الكوريجي ديالنا. كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم. الى عندكم شي استفسار ولا مفهمتوش شي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير. ما تنساوش باش تشجعوني ديروا ابوني جيم بارطاجيو الفيديو مع صحابكم. شوفكم فيديو الماشي ان شاء الله. السلام عليكم.